الحميوي خبير حقوق تشريعات الطفل. مرحبا بيك يا فندم. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا يا دكتور محمود. فين النهارده الدوله من حمايه صحه اطفالنا من حاجات اللي هي مندسه العاب خادشه للحياه؟ طبعا يعني واقع مؤسفه جدا، وخلينا نقول ان يعني ده هذا الامر انا شايف ان هو بينسب الى بعض مصانع دير السلم، مصانع اللي ما فيش عليها رقابه صناعيه. ففكره ان انت دلوقتي بتقول ان انت بتقدم منتج غذائي جوه منه حاجات بلاستيك او ما يقال او يعرف عنها ان هي العاب، الالعاب ديت العاب فيها بتحرض على بعض الامور الجنسيه. كمان انا ما اعرفش الماتيريال زي ما حضرتك تفضلت وقلت في كلامك من شويه ان بتقول انا ما اعرفش البلاستيك ده نوعه ايه، اكيد برضه هو بيبقى من انواع البلاستيك الرديء. فتخيل ان الكلام دوت موجود بشكل غير صحي في ظروف ان هو طبعا بيتباع في اماكن ممكن تبقى الشمس ما فيش فيها الرقابه الجيده او التهويه الجيده، فده هيخلي الامور دي تتفاعل مع بعضيها. فمن جانب هو مؤثر على الصحه بتاعه الاطفال، الناحيه الثانيه بقى اللي هو التاثير الاقوى والاكبر من وجهه نظري المتواضعه اني شايف ان هو فكره كمان ان هو بيأثر على اخلاقيات الاطفال في وقت احنا اصبح عندنا الاطفال على بوصله كل اللي بيستهدفوا امن هذا الوطن. الاطفال النهارده اما الاقي حد جاي بيقدم لهم منتج كده بيحط على الفساد او بيحط على ان هو يبقى فكره الولد بيفتح عينه على حاجات هو مش مؤهل ليها في المرحله دي، ده حاجه بتضرب اساسات وقيم الاطفال دي في مرحله متقدمه جدا. دكتور محمود، هل حمايه المستهلك هو حمايه المستهلك من ناحيه الاسعار، ولا حمايه المستهلك حتى من نوعيه المنتج؟ لا طبعا يا فندم، مش قصه اسعار بس، ده انا كمان براقب فكره اللي هي مدى الجوده بتاع المنتج دوت، وان هو كمان بيكون بيتوائم مع صحه البني ادم ولا لا. هل ينفع دلوقتي ان انا اجيب مواد مثلا مسرطنه او مواد فيها اشاعات او كذا او كذا وان انا اطرحها وتيجي حمايه المستهلك تقول لي احنا راقبنا الاسعار؟ لا ما ينفعش. الموضوع كله بيشمل فكره رقابه على انضباط المدى، يعني فكره الاسعار وعدم الاستغلال، لكن الاهم من ده ومن دوت ان انا بشوف المنتج اللي نازل دوت بيتناسب مع صحه البني ادمين ولا لا. ما ينفعش ان انا اقدم له منتج ياثر على صحته. الناحيه الثانيه كمان فكره الرقابه على المنتج ده عامل ازاي. انا ما ينفعش مثلا النهارده ان انا اجيب كيس شيبسي او كاراتيه او اي نوع من الانواع دي احط عليه مثلا صوره خدشه للحياه، ده ما ينفعش، دي ابسط اليات الرقابه. ولكن هنا عشان برضو نكون واضحين في الطرح اللي احنا بنقدمه للساده المشاهدين الكرام، الفكره النهارده مش هيتحقق فكره حمايه اطفالنا اللي احنا بنقول ان هم قرابه 37 الى 40% من جمله التركيبه السكانيه بفكره ان احنا بنقول مراقبه الجوده وكذا وكذا. انا كمان بقول ان عندي الاسره ان هي خط الدفاع الحمائي الاول عن هؤلاء الاطفال، ان انا ما ينفعش ان انا الاقي ابني جايب كيس الشيبسي او كيس البوسو دوت وان اشجعه واقول له انزل هات تاني، ده انا لازم يكون ليا موقف ايجابي ان انا بمنعه وبنزل اتكلم مع صاحب السوبر ماركت دوت. والاجمل من ده ان انا ممكن ارفع التليفون واكلم 16000 خط نجده الصفر وابلغ اقول انا في منتج اسمه كذا شفته بيتداول الاطفال جوه منه لعب جنسيه او جوه منه لعب خدشه للحياه. ده النهارده التصرف الايجابي جنبا الى جنب مع تفعيل اليات الرقابه من جهه الدوله ووزاره التموين ووزاره الصحه ان هم ينزلوا يكون في حملات تفتيش على مصانع بير السلم. النهارده اما حضرتك تخش احدى مستشفيات الاورام او مستشفيات اللي فيها المشاكل دي كلها هتلاقي هتلاقي اطفال كتير جدا المرضى صغيرين. ايه اللي خلى النهارده الاطفال الصغيرين دول كلهم عرضه لهذا المرض الخبيث؟ ادور على المنتج الغذائي السيء ومصانع بير السلم اللي بتهدد اطفالنا وبتهدد صحه اطفالنا وبتهدد صحتنا. النهارده اكتر فئه بتتعامل مع المنتجات دي الاطفال الصغيرين، وما تخش كمان تشوف نسب السرطانات ونسب الامراض هتلاقيها عند الاطفال الصغيرين. وفين القوانين والتشريعات اللي هي تعمل حمايه للطفل من اول صحته؟ اقول لحضرتك احنا فيما يخص جانب التشريعات والقوانين، مصر عندها اقوى حماء بنائي تشريعي بيحمي الاطفال، ولكن هذا البناء الحمائي التشريعي يفتقر الى اليات الانفاذ على ارض الواقع. ما تقوليش ان انت القانون اللي هو موجود على الورق هيجي يحمي طفل. لازم كل اللي بنقول ان احنا عندنا عدد من الدوائر بتحمي الاطفال محتاجه ان احنا نفعل دور كل واحد في مكانه، كل من هو على تماس مع قضيه الطفوله لازم ياخد باله من النقطه دي. لكن انا ما ينفعش ارمي المسؤوليه على المنظمات المجتمع المدني لوحديها او على الحكومه لوحديها او على اليات الرقابه لوحديها، لازم كلنا نتشارك عشان نحمي مستقبل اطفالنا. استاذ دكتور محمود البريوي خبير حقوق تشريعات الطفل، شكرا لحضرتك يا فندم. احنا اتساقا مع الاحتفالات افتتاح قناة السويس نزلنا بكاميرات البرنامج عشان نشوف احتفالات افتتاح بحيرة البردويل. الناس بتقول السمك رايح فين؟ احنا نازلين بقى يوم السبت ان شاء الله عشان نصور لحضراتكم.